في هذه اللحظات كابتن سيد معوض المدرب المساعد. كابتن سيد برحب بيك، فوز كبير النهارده وفوز مهم رغم ان السيناريو بتاع المباراه كان صعب شويه، تاخرنا بهدف في الشوط الاول، لكن مجملا تقييمكم كجهاز فني لهذه المباراه والفوز النهارده. الحمد لله، يعني مكسب مهم جدا، استمرار للمكاسب الفتره اللي فاتت. يمكن بدانا المباراه زي ما انت قلت، يمكن اتاخرنا بهدف، يمكن بدايتنا بكل امانه ما كانتش كويسه. بدانا اول 30 دقيقه ما كناش كويسين، كان في عندنا بعض اللعيبه متاخره، كان عندنا ميس باص كتير، حتى الضغط كنا قليلين فيه. انما بعد كده بعد الهدف الامور بقت افضل شويه. انما الشوط الثاني كان مختلف، الشوط الثاني يمكن من بدايته التغييرات فرقت معانا بشكل كبير جدا، نزول اسلام ونزول وليد، وتغيير الطريقه ان انت رجعت عبد الله وبتلعب بثلاثه في نص الملعب، السوليه وناحيه اليمين اسلام وناحيه الشمال عبد الله، وقدام وليد سليمان واجاي وازار، بقى عندك زياده عدديه كبيره جدا. الحمد لله الضغط ده يعني جبنا جونين وجبنا فرص، كان عندنا فرص كتيره جدا ممكن نزود بيها النتيجه. الحمد لله اداء الشوط الثاني كويس جدا، استمرار الاداء خلال الفتره اللي فات مع تغيير اللعيبه كمان. يمكن وليد سليمان كان رايح المباراه اللي فاتت، دخل النهارده. جزئيه مهمه جدا بصراحه كابتن سيد، اي لعيب بيلعب ما شاء الله يعني بيأدي بشكل جيد، وايضا من الناحيه البدنيه، وده شيء جيد جدا وباين، وفروقات البدنيه بين ما بين النادي الاهلي واي فريق اخر، وخصوصا ان احنا كان عندنا توالي مباريات قويه جدا، بدايه من الزمالك، المصري في السوبر، طلائع الجيش فريق قوي، مقصه فريق قوي. الحمد لله، يعني زي ما انت قلت كده، الحمد لله الناحيه البدنيه بتاع الفرقه كويسه جدا. والنقطه الثانيه، كل لعيب بتستخدمه في الوقت المناسب من وجهه نظرك. زي ما قلت لك مثلا وليد رايح المباراه اللي فاتت، ميدو بدا المباراه اللي فاتت وبدا النهارده، ويمكن وليد ما نزل اضاف لنا، اسلام محارب معظم الوقت ما بينزل كتغيير بيضيف لنا كتير جدا. المباراه اللي فاتت لعب هشام، النهارده السوليه وعاشور هم اللي بداوا، عاشور خرج، عاشور راجع من الاصابه فلعب وقت اقل من الطبيعي بتاعه النهارده. فامور كلها اهم حاجه بتدور على الحاجه اللي بتحسن لك الاداء، بتحسن لك النتيجه، لان انت متاخر بهدف بتبقى محتاج تزود ناحيه الهجوميه، وده اللي حصل خلال الشوط الثاني. البعض كان متخوف من تكرار السيناريو اللي حصل في الدور الاول، وكانت هزيمه مفاجاه بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا الشوط الاول النهارده خلص بتقدم فريق مصر المقاصه. بين الشوطين ايه اللي حصل، وكان كلامكم كجهاز فني مع اللعيبه كان ايه؟ الكلام ان احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت كلها ماشيين بشكل كويس، فالشوط الثاني كنا محتاجين بس يعني امور تكتيكيه او امور تنظيميه في الملعب، لان كان عندنا زي ما قلت لك في الاول اول 30 دقيقه كان عندنا بعض ان احنا متاخرين في الضغط بتاعنا بعيد عن لعيبه المقاصه بيلعبوا بحريه كبيره جدا. اما حصل الضغط خلال الشوط الثاني وحركنا بعض اللعيبه في اماكن مختلفه، الامور فرقت معانا بشكل ايجابي جدا. يمكن التغيير المهمه اللي انا شايفها اللي غيرها كابتن حسام بتاع اسلام محارب، اما نزل في نص الملعب وزودت عددك في نص الملعب فرقت معانا بشكل كبير، واديتنا الزياده اللي احنا محتاجينها، واديتنا الفرص اللي ضاعت كلها النهارده. جزئيه مهمه وتحسب للجهاز الفني النهارده، ويمكن التغييرات كانت مبكره شويه رغم ان احنا كان عندنا يمكن احمد فتحي تقريبا اصابه، صح؟ احمد فتحي خرج بيشتكي من العضله الاماميه، واحنا برضو مش عايزين نجازف بحد. اول ما فتحي اشتكى هاني سخن ونزل مكانه، لان انت برضو فتحي من العناصر المهمه جدا والمؤثره في فرقتنا، فان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. اكمل بقى سؤالي، يمكن مع بدايه الشوط الثاني يعني اول ربع ساعه كان في تغييرين، ودي يمكن اول مره حاجه تحصل من فتره بالنسبه للنادي الاهلي، التغييرات تبقى مبكره بالشكل ده. اعتقد كان في مجازفه بس محسوبه يا كابتن سيد. طبعا النتيجه برضو حكمتك، لان انت خسران 1-0، والنهارده انت بتدور على المكسب، فبتعمل اي حاجه من خلال التغييرات اللي تقدر تساعدك وتكسبك، وده اللي حصل. يعني الحمد لله كان في توفيق كبير جدا. خلي بالك انت ممكن تفكر تفكير وما يبقاش معاه توفيق، فالحمد لله التوفيق كان موجود النهارده بشكل كبير. العناصر اللي نزلت النهارده فعلا زودتنا بشكل كبير. فالمجازفه ان انت طبيعي النتيجه 1-0، انت ما الخساره بالنسبه لنا زي التعادل، فاحنا بندور على المكسب. يعني الفتره اللي فاتت ماشيين بشكل كويس وعايزين نستمر على هذا المكسب ان شاء الله. فرق النقاط ارتفع حوالي 4 نقاط دلوقتي مع نادي الاسماعيلي، ولسه كمان لينا ماتش مؤجل يعني ممكن يوصل ان شاء الله ل7 نقاط. شايف شكل المنافسه في هذا التوقيت بالتحديد شايفه ازاي؟ طبعا المنافسه لسه موجوده وموجوده بشكل كبير، بس انت النقطه الاهم بالنسبه لك كل ما تحاول تجمع عدد من النقاط هيريحك في نهايه الدوري. انت كل ما الامور بدري بالنسبه لك الموضوع بايدك انت دلوقتي، بغض النظر عن مكسب النادي الاسماعيلي او خسارته، انت دلوقتي الموضوع عندك انت، فرق 4 نقط وعندنا مباراه مؤجله مع المقاولين. فانا شايف ان لحد مباراه المقاولين الامور ان شاء الله ممكن تزيد، ولحد مباراه المقاولين هيبقى الامور بالنسبه لنا افضل كمان، وهنحس ان احنا يعني بشكل كبير بنقرب خطوه خطوه للدوري ان شاء الله.
رؤيتك للمرحله المقبله عندها 3 مباريات ورا بعض في خارج ارضنا كلهم في اسكندريه، الرجاء، الاتحاد، الاسماعيلي، بغض النظر عن ترتيب المباريات يعني، لكن مباريات اكيد صعبه، شايف المرحله الجايه ازاي؟ المرحله زي ما قلت لك يعني هي لحد مباراه المقاولين هي مرحله ككل بما فيه مباراه الاسماعيلي، الرجاء، الاتحاد، لحد ما نوصل لمباراه المقاولين دي اهم مرحله موجوده، بتتكلم في 4 أو 5 مباريات، مكسبك ليهم هيفرق بشكل كبير جدا في تصدرك للدوري وفرق النقطة هيزيد بشكل كبير ان شاء الله. توفيقك يا كابتن سيد. ربنا يخليك يا امير، الله يكرمك.